ينتقل الميكروفون الآن إلى يد الزميل القدير إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. إلهي، ما سألت سواك عونا، فحسبي العون من رب قدير. إلهي، ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن يجير؟ يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، يا مجير المستجيرين، يا مغيث المستغيثين، يا سند الفقراء واليتامى والمساكين، يا مجيب السائلين، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وارزقنا يا ربنا، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، وشفع فينا يا ربنا سيد الأولين والآخرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كان يوم مولده للبشرية مددا إلهيا وعونا ربانيا، أذن الله عز وجل فيه لليل أن ينجلي وللنور أن يشرق، فسل سيف الفجر من غمد الظلام، وتعرى الليل من ثوب الغلس. وهناك في يوم تنفس فجره عطرا، كساه المجد حلة سؤددي، ولد النبي فكان خير هداية. يا أرض مكة عظميه ومجده. كان قبل بعثته يصل الرحم ويصدق الحديث ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، إلى أن دهشته أنوار النبوة في حرى، فأتى خديجة باهتا متحيرا. قالت: أتاه النور في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي. فأجاب: لست بقارئ من مولدي. فتلا عليه: اقرأ وربك أكرم. فبحقه صلوا عليه وسلموا. قال ابن نوفل: ذاك يؤثر عن نبي ينشى بمكة والمقام بيثرب، سيقوم بين مصدق ومكذب، وستكثر القتلى وينسفك الدم. فبحقه صلوا عليه وسلموا. هذه علامته وهذا نعته، والوصف في الكتب القديمة وصفه. ولو أنني أدركته لأطعته، وخدمته مع من يطيع ويخدم. فبحقه صلوا عليه وسلموا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطاهر، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لكم عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، التي نتنسم فيها عبق ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في أعلى مقام، وأن يرزقنا
وأن يرزقنا في جواره حسن الختام. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما ترق به القلوب وتخشع القرآن الكريم، خاصة إن كان بصوت خاشع يصل القلوب قبل الأذان. هيا بنا نستمطر سحائب الرحمة والخير والإيمان والسكينة لنزداد إيمانا مع إيماننا، ونحن ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 113 إلى الآية 118 من سورة البقرة، يتلو علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب جهنم ولبئس المهاد.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين
ألا إن نصر الله قريب ألا يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى الله 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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله
والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا الذين هاجروا وجاهدوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور،
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على قال أنى يحيي هذا
قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الفاتحة.